هلا نايم. ونسنا مكانكم خالي غير مجاو. رحنا العاب ونايتي تونست. تونستي مو؟ احبك احبك. حلويات؟ يا ماما انا إيه؟ غزالة. ليش تقولين حلويات؟ ايه غزالة نايا غزالة. شعري غاد لا ماسك والله لان عن تسريحه مال البارحه والصبح كلش محتاجه ماسك. اوكي ازدحامات معادية. يلا اوصل ولا انا حديث اخر. احبكم. ما دام اني دا اسوق راح احكي بقضيه الجميع ينتظرها. شوفوا بنات هسه كنا نحكي بها انا وصديقاتي اللي هي قضيه رحله انقاص الوزن. اني مو مريضة اسولف لكم ولا اني رامبو اللي تمرنت ورحت جم واكلت صحي وضعفت. لا لا نكذب على حالنا. اني حالي حالكم بنيه ما عندي اراده حتى ما يعني ما اكون مثاليه. اني بنيه اصلا ما احب المبالغه ما احب الكذب احب الاشياء مثل ما هي المسميات تسمى مثل ما هي. ما احب اجمل الامور ولا احب ابيضها ولا احب هاي السوالف. اني حالي حالكم بنيه لا عندي اراده لا اقدر اسد حلقي عن الاكل. اني احب الاكل اوكي فحالي حالكم يعني ما ضعفت بليله ويوم ولا بجيم ولا باكل صحي بتدخل طبي نعم لكن بتدخل جراحي لا. ما سويت قص معده ما سويت تحويل مسار هاي كلهن ما سويتهن. اكو اجراء طبي سويته لكن اني هذا الاجراء مو حابه احكي بيه يعني مو حابة أحكي بيه لسلامتكم حبيباتي. ما أحب أروج عن أشياء طبية. أنا تدرون وقسما بذات الله وراس ناي لو تدرون المبلغ اللي اندفع لي بس على مود أحكي بهذا الموضوع وأروج عن الشيء اللي ضعفني ما قدرت ولا أقدر ولا ممكن. يعني غيري صدقوني ما يرفض بس أنا كشهد ما أقدر لان الشيء اللي والمني يمكن ما يوالمكم. هذا الشيء لازم تروحون دكتور فحوصات. اكو عالم اخذوهم ترى بالطوارئ. اكو عالم انضرب عندهم البنكرياس. اكو عالم صار عندهم اكتئاب. اكو عالم مو كل العالم توالمهم هاي التقنيه اللي سويناها وهي معروفه الكل يعرفها بس اني ما احب اروج عنها ولا اذكر اسمها ولا اقولها. اي حبيباتي فاني بالنسبه لي مو شهد اللي تروج لكم عن اشياء طبيه ما تعرف للبعيد شنو آثارها ما تعرف شنو السايد افكت مالها. يعني هي مو وصمة عار ولا فد شيء مخزي ولا فد شيء يفشل اذا اريد احكي بيه. بالعكس هو شيء طبي وتقنية حلوة وهو عالم ضعفت عليها بس لتاخذوها من عندي. انتو روحوا المختص انتو روحوا الدكتور يعني عرفتوا عن شنو دا احكي بس ما راح اروج لكم ما راح اقول لكم. أني هواي بناتي تأثرون بي قبل يروحون للصيدلية ويشتروها وهذا أنا الشيء ما قبله. أنا أريد ترحين دكتور تشيكين هرموناتك الفيتامينات أوكي. أنا يعني ما أقبل عرفتوا خوفا عليكم افتهمنا خوفا عليكم خوفا على صحتكم. يعني ما خلصت الإعلانات على مود أسوي لكم على هذا إعلان. أنا خاف عليكم كل شيء صار لا سامح الله كل شيء صار ما تعرفون عليكم خوفا على صحتكم. يعني ما خلصت الإعلانات على مود أسوي لكم على هذا إعلان. أنا أخاف عليكم كل شيء صار لا سامح الله كل شيء صار ما تعرفون. إنسان متعرض لكل شيء. بعدين على فكرة لا عبالكم أني أخذتها وهيك بدون أعراض جانبية لا لا صدق هساني عايفتها صار لي شهرين. صدقوني من كنت أخذها التوتر والاكتئاب وهرمون الكورتيزول يفول عندي. يعني اللي يقول لي صباح الخير أقول له ليش خير أقعد مكتئبة لأنه هي تشتغل على الإنسولين تصفر ما تقدر تأكل وما تقدر تشرب شبه قاص معدة تمام. فمن ينزل الإنسولين تلقائيا أخلاقك تتغير. أنا بالنسبة لي إنسوليني من ينزل أخلاقي تتغير. ليش تسلم علي ليش علي أساس ليش تقول لي صباح الخير فين. فأني عانيت أني مريت برحلة من الاكتئاب والتوتر والقلق فبعض البنات ها شهد ما تريد تحكي ها شهد قاصة معدة ها مسوية تحويل مسار ما بيها شيء. شرفني على راسي والله تحويل المسار وقصة المعدة وأي تقنية ضعف كلنا خليها على راسي بس
أني ما مسوية أي عملية جراحية، ولو مسوية أقول ليش لا، بالعكس. فأني ما سولفت على مود أنه أنتوا تروحون مختص ويعطيكم هاي التقنية وتضربوها، بعد أكثر من هاش أقرب لكم وتضربوها وتضعفون، بس تضعفون بطريقة صحية. أكو عالم اسم الله عليكم تبقى بس تتقيأ، أكو عالم اسم الله عليكم يعني سخونة ترتفع عندهم، أكو لا كل شيء ما صار عندهم، ما طبيعة جسم عن جسم يفرق. فهاي هذا الموضوع ما بي شهد ليش ضميتي، والله ما ضم يا حبيباتي ما ضم، تبني ضم عليكم، بس أنا قلت لكم ما أروج عن شيء، أنا أخاف أخاف خلصت الإعلانات أقعد أروج لكم عن سالفة أني سوت عندي اكتئاب شخصيا، لعبالكم بالساهل، والله العظيم سوت عندي اكتئاب، واكتئاب كل ما أخذه بحيث أنتظر اليوم اللي يبدي يقل المفعول مالتها على مود أرجع فريش للحياة، أقدر أتنفس، أقدر أخذ وطي وياكم، أقدر أسولف. أنا مكتئبة طول ديش الفترة اللي ضعفت بيها، الثاني وقفت، فأخاف أخاف شنو يصير بيكم، أخاف شنو يصير عندكم. أنا شعلة يعني مو دكتورة يا عمري يا روحي يا قلبي، أنا أروج لكم عن الأشياء الملموسة اللي أعرف بيها ما تسوي لكم ضرر، ما بيها أي تأثير، وعيوني لكم. فشهودة مو رامبو ولا صحية ولا دايت ورياضة ورياضة ودايت، لا حياتي مثلكم، إرادة ماكو، فاشلة في إغلاق حلقي عن الأكل، ما أعرف أسد حلقي عن الأكل، فاشلة في الالتزام في الجيم، فاشلة في الالتزام بالأكل الصحي، ذني كلهن كلهن حالي حالكم، عرفتوا؟ ما أختلف عنكم بولا شيء. لذلك التجأت لهاي التقنية اللي أنتوا راح تقدرون تعرفون من خلال تلميحاتي شنو هي، وكواية بنات أكيد يسولفون عنها يعني، وجايبة وياهم نتائج حلوة، ما صاير عندهم سايد افكت، بالعكس أنا قلت لكم صار عندي بس اكتئاب غير هذا ما صار. فسمعة من البنات الزميلات الرائعات يحكوا لكم كل التفاصيل، هي نفسها لأخذوها أنا أخذتها، وهي وشكرا حب كبير هسفتها منه. اوكي الافي اوكي كاتي خلي اقول لكم شغله بنات، هسه كنا نسولف انا وصديقاتي، شوفوا شلون، شوفوا كيف طريقه الاختلاف بين جسم واخر، شوفوا شلون يعني بنات صديقاتي الماخذاتها شو يقولون، يقولون شهد من تركناها هاي التقنيه بقينا ناكل هوايه، عكسي تماما، انا من عفتها نهائيا ما يعجبني اكل، يعني يعجبني اكل وجبه باليوم واكلي قليل، يعني بقى على السيستم القديم، اوكي بقى على السيستم القديم. اما صديقاتي يقولون لا والله شهد بس تركناها قمنا ناكل كل شويه، شفتوا الاختلاف، شفتوا كيف يختلف من جسم الى اخر. وهسه هم يعني بعض يعني بعض البنات صديقاتي هم بالسناب يكتبولي شهد احنا من تركناها لحد الان ترى الوضع نفسه، مدى نقدر ناكل وأكلنا قليل، اللهم لك الحمد. فتختلف من جسم إلى جسم ومن شخص إلى شخص. وشكرا، وأتمنى لكم أن تقضون أوقات سعيدة. نصيحتي لكم يا بنات الأبدية، استشيروا قبل ما تتخذون مثل هيك قرار يمس بصحتكم. ربما إحنا أحيانا نتخذ قرارات ما بيها خسائر كبيرة أو تأثر علينا، بس القرارات اللي إلها علاقة بالصحة هذه لازم نتأنى شوية على كيفنا وما نستعجل. فتأنوا، استشيروا، سووا تحاليل، روحوا لكم دكتور، يعني هواية هواية من الأطباء صراحة، مثلا حيدر الزبيدي يجنن، إذا رحتوا لحيدر الزبيدي كل زين نعطيكم نصائح، حتى إذا غير حيدر الزبيدي يعني دكتور تقوم بيه يحيلكم لمختبر حتى تحللون، وبعدها تقدرون مثل الورد تستخدموها، وراح تضعفون اكيد اكيد، راح تضعفون، راح ينزل وزنكم، وراح ينزل. يعني هساني مثلا قبل شهرين وقفت لانه بعد لا اريد اضعف ولا اريد اسمن صراحه، يعني وزني كل الزيناني هسه 60، ف 60 حلو يعني اعتبر لا ضعيفة ولا سمينة مقارنة بطولي كل الزين. فصار لي شهرين أني لا زايدة عن 60 ولا
ناقصة عن 60 الحمد لله والشكر، راح توصلون للوزن المثالي اللي انتو تردوه، بس انتبهوا على صحتكم، انزلوا بالمعقول وبالمنطق، واهم شيء ما تنسون فيتاميناتكم. وشعركم مأساة راح يصير، اخذوها مني، لاني قبل 8 اشهر قلت لكم عانيت من هذا الموضوع، شعري صار بي تساقط مثلا، هاي وحدة من الاسباب اللي تخليني ما اروج، يعني بنية معتزة بشعرها وقع شعرها والله شنو على مدة تضعف، فاكو بنات ما وقع، شفتوا اكو بنات شعرهم ما وقع، فهاي كلها تحطوها بعين الاعتبار، الدم تشيكو، دي 3 تشيكو، البيوتين. لا يا عمري انت، لا يا حياتي، لا يا قلبي، بالون عاد بالون، جسم غريب تحمله بمعدتي، انا روحي كون متحملته. لا يا روحي، لا مو بالون، اسهل اسهل، ابسط العمليه. او على فكره انتبهوا بعد، اكو نقطه ايضا مهمه، لا تاخذوها من اي مكان، في اماكن محدده ثقه لازم تاخذوها من عندهم، انه يكون مصدرها موثوق، ف هي هاي المشكله، عرفتوا؟ اذا اخذتوها من مصدر مو موثوق، طريقه التخزين وهاي السوالف، يعني هواي قضايا، هواي سين وجيم. ليش اقول لكم شوفوا ناس ثقه.